السلام عليكم ورحمة الله. تطبيق على مثال 3 3 5 اللي بيتكلم عن دير بابيليشن. أول حاجة بنسجل السنة، ندخل البيانات تتعلق بالسنة، نسميه يير مثلا، هذا هو بهذا الشكل. بعدين بنحط البابيليشن في فيكتور تاني نسميه مثلا باب، اختصار كلمة بابيليشن أو أي كلمة مناسبة بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نرسم لوحة الانتشار اللي هو year، البريدكتور variable المتغير المستقل، وباب response، فبتطلع عندنا الرسمة بهذا الشكل، فهي نفس الرسمة اللي طلعت هناك واللي احنا شفناها، فهي دورية كل 10 سنوات تتكرر الدورة. طبعا ممكن احنا نعمل البوينت كاركتر نغيرها، نغير مثلا قاط هذه نقول له بي سي اتش بتساوي 19، فبتعطينا الكاركتر اللي هي البوليت، تكون أوضح ممكن، ممكن نلونها وممكن نزيد حجمها. الحجم سي اي اكس يساوي 1 هو بيعملها، فممكن نعملها 1.5 مثلا تطلع كبيرة شوية لكن تكون جيدة. فهي النقاط طلعت بهذا الشكل، ممكن نلونها مثلا نقول له color يساوي red زي هيك، فهي تلونت بهذا الشكل. فبالتالي في إمكانيات هائلة في R للتحكم في كل شيء. بعدين في باكج اسمه جي جي بلوت رائع جدا، لكن المشكلة إنه تعليمه بياخد وقت، فممكن إحنا إذا احتاجنا إله نستخدمه الآن. قبل ما نشتغل كيف بدنا نطرح من اللير 1941 وكيف بدنا نقسم هذه على 1000، فبنعمل اكس عشان تصير زي الكتاب بيساوي year minus 1941، ونخلي واي يساوي باب على 1000 بهذا الشكل ببساطة يعني. فالآن بصير عندي اكس، إذا بدنا نشوف اكس، هاي اكس، نكتب اكس هان تحت، هاي طلع هيك، واي طلع بهذا الشكل زي الجدول الصغير الثاني اللي موجود في الكتاب. الآن ممكن نفس الكلام هذا نعمله كالتالي، نفس الكلام اللي فوق بس بدنا نعيده، فبنغير هذه نعمل بلوت، بدال يير نحط اكس، بدال الباب نحط واي، نخلي كل اشي زي ما هو، فبتطلع لنا الرسمة هي نفس لوحة الانتشار، ما فيش اشي تغير الا فقط السنوات، فصفر 10 20 لحتى 40، وهان طبعا في 1 يعني 41، وهان ممكن نحن نغير كل اشي بالنسبة لكيف النقاط الموجودة على الاكس اكسس، والنقاط اللي بسموها التكس الموجودة على اكس والتكس الموجودة على واي، لكن ما فيش داعي نعمل هذا. الان بدنا نعمل الموديل باستخدام الساين والكوساين فانكشن، فبنعرف اكس سي اللي هو يعني في الكوساين اللي هو زي ما قال هان في الكتاب، اكس سي بتساوي كوساين باي ضرب اكس على 5، وبنعمل نفس الشيء بالنسبة للساين اكس ساين اكس اس اللي جاي من كلمة ساين، نعملها بهذا الشكل. الآن نعمل الفيتنج للموديل، فبنعمله كالتالي fit lm equals linear model y in terms of x plus xc plus xs. بالشكل هذا نكون احنا ضمننا موديل الحدود اللي فيها x والكوساين والساين بهذا الشكل، يعني بسيطة جدا. طبعا في طرق عديدة لعمل الشغل هذا، بس هذا أبسط شيء بهذا الشكل. وممكن الآن نقول له أول حاجة ممكن نعمل السمري، هاي السمري هان من خلاله ممكن نعرف الكوفيشنس، هاي الكوفيشنس موجودة هنا، هاي الاستيميت بالضبط زي ما طلعت في الكتاب 18.96% تقريبا، سالب 314%، سالب 5.69 تقريبا، سالب 2.9 تقريبا، نفس الاشي. ممكن نحصل على هذول الكوفيشنس، فبس نقول له نحط الدولار ساين
نقول كويف اللي هو مختصر كلمة كوفيشنت، لو كتبناها كلها أعتقد بيعطينا نفس النتيجة. فهي الكوفيشنتس عن ستاندرد ايرور، والتي فاليو والبي فاليو بيعطينا شغلات كتيرة. ار سكوير بيساوي 87، أو تقدر تقوله 88%. بعد ما حسبنا المودل نريد الآن رسم هذا المودل، فنقول له أول حاجة نرسم النقاط إكس واي، أو نعمل السكاتر دايجرام، نخلي النقاط على شكل بوليت، ونخلي حجمها 1.5، ونخلي لونها أحمر، نقول له ران. بعدين نرسم البوينتس تبعت الفيتد فاليوز، وراح أقول لكم كيف نحسبها إن شاء الله. الفيتد فاليوز هان ممكن نرسمها في بوينتس، برسم النقاط بنلونها بنفس الطريقة، وأيضا نرسم الخطوط بينها، بنعمل لاينز لاينز في ار، برسم الخطوط على هذا الشكل، فتصبح الرسمة هكذا، وهي مشابهة للرسمة اللي موجودة في الكتاب. لاحظوا هنا النقاط الأصلية تحت السكاتر دايجرام أكبر شوية، ممكن حتى إحنا نلونها بلون مختلف، نقول له مثلا اللون السكاتر دايجرام، نعمل هذه الفيتد بوينتس نخليها مثلا دارك جرين، وها نقول له مثلا نسميها ماجنتا، نرسمها بأي طريقة أي شكل من الأشكال. فنرسم النقاط من أول جديد سكاتر دايجرام، نرسم النقاط تبعت الفيتد بوينتس هذه، وممكن نعمل الحجم نغيره لكن مش مشكلة. فهي طلعت الرسمة بهذا الشكل، وهي مشابهة للرسمة اللي موجودة في الكتاب، فقط هو مش راسم البوينتس هذولا، لكن احنا رسمناها هنا. والفرق ايضا انه هو عامل سموذينج للكيرف، فهذا بده شغل مختلف نوعا ما. في ار بنستخدم له الباكج اسمها جي جي بلوت 2، وهي باكج ممتازة جدا، ويعني تستاهل ان الواحد يتعب عشان يتعلمها، لكن حاليا احنا مش راح نتطرق الها، فممكن في المستقبل ان شاء الله اذا احتجنا نتعامل معها ونستخدمها في عمل سموذينج. لكن الفكرة هي واضحة انه استخدمنا الساين والكوساين في بناء هذا الموديل بسبب البيريود نيتشر للنقاط اللي موجودة في السكاتر دايجرام. والآن نريد أن نحسب الفيتد فاليوز هذه اللي احنا رسمناها، كيف نحسبها؟ فبتنحسب بسهولة في R، ممكن نسميها مثلا فيت، أي اسم فيت، وبنحسبها فيتد من الايش الفيت لينير موديل، من الفيتد موديل اللي احنا عملناه هنا بهذا الشكل. نعمله هيك، ممكن نشوف النقاط هذه نقول له فيت، فبيحسب لنا الفيتد فاليوز. المقصود فيها انه في لكل قيمة من قيم اكس قيمة ملاحظة observed value، لكن في قيمة predicted او باستخدام الفيتد موديل اللي احنا عملناه، فتطلع بهذا الشكل. وممكن نعمل prediction ايضا باستخدام امر بسيط جدا، نسمي مثلا النقاط هذه بريد، نقول له بريدكت فيت ال ام اللي هو اسم الموديل اللي احنا عملناه، فبتطلع لنا النقاط بهذا الشكل بريد هكذا، نفس النقاط بالضبط. فهي البريدكتد فاليوز والفيتد فاليوز هي نفس الشيء. الان كيف بدنا نحسب الاخطاء؟ فبنقول له مثلا ريزيد ايكوالز ريزيجوالز، ونكتب اسم الموديل اللي احنا عملناه، فبجيب لنا ريزيجوال فاليوز، فبتطلع بهذا الشكل. احنا بنطلع عليها ونشوف هل هذه القيم كبيرة كتير ولا يعني حجمها معقول. فبنلاحظ انه اكبر قيمة للخطأ هي 5.1، وفي طبعا قيم سالبة، وفي 3.7 موجبة الى اخره. طبعا هذه ممكن احنا برضو نعملها، نحسبها الريزيجوالز من
اللي هو السمري للموديل اللي احنا عملناه هكذا. فلما بنعمل السمري بيعطينا الريزيجوالز، هذا هي نفس اللي احنا توي شفناها، هي 5 1/10 سالب 3 1/10 و3 و7/10 إلى آخره. في هذه الأخطاء، وممكن طبعا نرسم الريزيجوال بلوت ونشوف هل له باترن معين، نمط معين أم لا. إذا كان له نمط معين فبيكون الموديل غير جيد، لكن إذا كان ما فيش نمط وكانت الرسمة نقاط منتشرة بشكل عشوائي فبيكون جيد. وإلى اللقاء.